بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى احنا هنعمل المكرونه البشاميل مع بعض. اول حاجه عندي انا حطيت ميه على النار، اول ما غليت نزلت المكرونه عليها. هسوي المكرونه 3/4 سوا، وبعدين انا حاطه حله تانية فيها 4 طماطمات كبار معصورين ومصفياهم، وحطيتهم على النار، وهنزل عليهم بفلفل اسمر وملح. اهو ده رشه فلفل اسمر، وده ملح المكرونه كده، تتسبك معايا وهطفي عليها. واول ما المكرونه تستوي هنعمل البشاميل واللحمه المعصجه مع بعض. دلوقتي انا عندي معلقه واحده من الصلصه هحطها على الطماطم بتاعتي، عشان لقيت الطماطم بتاعتي مش هتدي اللون اللي انا عايزاه، فحطيت معلقه الصلصه. دلوقتي بقى يا حبايبي احنا هنعصج اللحمه مع بعض. عندي بصلايه كبيره مبشوره هنزل فيها وشوحها شويه، يا دوبك تتمن دعاني، وبعدين انزل باللحمه كده. بقى البصله بدات تدبل معايا اهي، انا مش عايزاها تتحمر اهي كده. هنزل عندي 1/2 كيلو لحمه مفرومه على 2 كيس مكرونه قلم. 2 كيس المكرونه بيجي بحط عليهم 1/2 لحمه كده، والبهارات بتاعتي 1/2 معلقة صغيرة بابريكا، رشة صغيرة انا عاملاها حبهان مطحون على ورق لوري، وهنا الملح، ورشة من الفلفل الاسمر، ورشة صغيرة من 7 بهارات. هنزل بده كله كده على اللحمة واقلب. لغاية ما لونها يتغير معايا وتستوي، وبعدين نعمل البشاميل. هفضل اقلب فيها لغاية ما تستوي. كده هي اللحمة بتاعتي بدأت تستوي معايا، ده اللي انا عايزة منها اهي، 2 بالظبط، وغطي عليها لان انا عايزة كل حاجة مستوية حلو، لان المكرونة مش هتقعد كتير في الفرن. كده اللحمة بتاعتي استوت، انا هطفي عليها واعمل البشاميل بقى. كده خلاص ده اللي انا عايزة من اللحمة. دلوقتي بقى انا حطيت سمنه بلدي على زيت في الحله بتاعتي. اول ما تسخن هنزل عليهم ب6 معالق دقيق من اللي بناكل بيهم، دي مقادير البشاميل بتاعي. اول ما الاقيش فيها سمنه خالص هنزل بالدقيق. كده بقى انا هنزل بالدقيق بتاعي اهو، واقلب. انا حاطه حوالي 2 معلقة سمنه كده ومعلقه زيت، وده طبعا حسب ما تلاقي الدقيق معاكي محتاج مش محتاج. انا شايفاه محتاج رشه من الزيت، هحطها له عشان اعرف يتقلب معايا حلو ويستوي، عشان يفك معايا. زي استوي كده البشاميل بتاعي بقى وصل زي ما انا عايزه. هوطي، انا عندي 1.5 لتر لبن اهو، هنزل كده دي. ولو احتجت تاني ممكن ازود ميه واقلب لغايه ما الدقيق بتاعي كله يفك فيه، ما اشيلش ايدي منه كده. هفضل اقلب كده لغاية ما يبدا يتقل معايا. البشاميل بتاعي بدا يتقل معايا اهو، هنزل عليه برشة من الفلفل الاسمر ورشة من الملح بس، ما بحبش احط اي بهارات تانية عليه بس. وافضل اقلب. دلوقتي انا دقته لقيته محتاج سنة من الملح، حطيتها له. طبعا الملح ده بقى انت اللي بتحدديه. كده البشاميل بتاعي بقى حال زي ما انا عايزاه، هطفي عليه ونروح بقى نعمل الصينية بتاعتنا. دلوقتي بقى المكرونة بتاعتي اهي، بعد ما سلقتها انا سلقها 3/4 سلقة زي ما قلتلكو، هنزل عليها بالصلصة اللي انا عملتها اهي. ناخد معلقة اللحمة
واقلب كده، اقلبها حلو فيها كده، بتبقى احسن ما تبقى ايه من غير طماطم، بيبقى لها طعم احلى كتير يعني. وجربوها بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. هنزل على المكرونة بحبة بشاميل كده، كده بقى انا هقلب البشاميل اللي انا حطيته في المكرونة، واما اقلبه نشوف تاني بقى هنعمل ايه. هنزل بنص كمية المكرونة وافردها في الصينية، هفردها ونحط اللحمة فوقيها كده. انا قسمت المكرونة بتاعتي وفردتها اهي، هحط اللحمة بقى بتاعتي كده وافرد. هفرد اللحمة وبعدين احط الرقة التانية. دلوقتي بقى انا هنزل بباقي المكرونة بتاعتي كلها، كده انا فردت المكرونة بتاعتي. اسوي الصينية، اخليها مستوية عشان ايه متبقاش حتة اعلى من حتة. دلوقتي بقى انا سويت الصينية بتاعتي، عندي جبنة موتزاريلا برضو حسب الرغبة، اللي عايز يحطها يحطه، اللي مش عايز براحته، بس هي بتفرق في الطعم. هرش رشة فوق المكرونة كده من الجبنة، صراحة انا بحبها قوي عشان كده بحبها في اي حاجة كده. وبعدين احط البشاميل بتاعي، افرد البشاميل بتاعي فوق الجبنه، وانا سايبه حبه جبنه بس انا مش هحطهم دلوقتي، انا هدخلها الفرن 10 دقائق، هي بتقعد حوالي تلت ساعه في الفرن، فانا مش هحط الجبنه اللي بعد ما احطها في الفرن 10 دقائق، هطلعها وبعدين احط باقي الجبنه كده. انا حطيت باقي البشاميل فوق وش الصينيه وسويتها، هدخلها الفرن، انا مولعه الفرن عشان يبقى سخن، هدخلها الفرن وبعد 10 دقائق هحط. دلوقتي بقى انا طلعتها من الفرن، هتنزل عليها باقي الموتزاريلا وبعدين هدخلها الفرن تاني كده، وادخلها الفرن. وده شكل الصينية بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن. ودلوقتي بقى انا هقطع لكم حتة نشوفها مع بعض. بصوا حبايبي، وده شكل بقى المكرونة بعد ما قطعتها، انا طبعا مقطعاها سخنة، شايفين الدخان، كمان لو اتقطعت تبرد شوية هتمسك نفسها اكتر. انا عايزة اوريكم، شايفين تحفة تحفة، وعايزة اوريكم لونها اهي، مش حمرة قوي، انا عايزة اللون ده احسن ما تكون بيضة، بتديها طعم تحفة، شايفين. ولو قطعناها باردة هتمسك نفسها عن كده، وشايفين مطة الجبنة فيها اهي، والله تحفة. جربوها بالطريقة دي وهتعجبكم ان شاء الله. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد مني. شايفين الجبنة، شايفين الجبنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.